عشان فراغ في التسجيل اشتغل كده خلاص. انا هفتح اهو صفحة الاسئلة بتاعتكم. انا بس ليا كام تعليق قبل ما افتح الصفحة الخاصة بيكم اللي هي تبع الاسئلة. اول حاجة الادفانس او التحليلات الصيدلانية مو صعبة. الفكرة ان عاوز حضرتك وانت بتذاكر مش تحفظ، تفهم وتبقى عارف. بما ان احنا هنمتحن ومعانا الملزمة جدا تفتح ومعاك الملزمة تمام، بس الحاجة الوحيدة الغير مسموحة هو انك انت تتصل بزميلك وتسأله حل السؤال الفلاني ايه. دي الحاجة الوحيدة الممنوعة شرعا يعني حاليا يعني تمام. انا شايف ان مفيش حد ليه حجة انه يتصل بحد ويسأله على السؤال لأكثر من سبب. السبب الاولاني ان تم شرح المنهج بأكثر من طريقة بحيث المعلومة تصل اليك سهلة. الحاجة الثانية اللي فاتح المايك وجنبه صوت هواء يعني يقفله احسن عشان بس ما يعملش صوت. الحاجه الثانيه ان حضرتك في ايدك الملزمه. الحاجه الثالثه الامثله اللي جايه لحضرتك امثله تطبيقيه. بعض الاسئله هتقدر تجاوبها بشكل مباشر من الملزمه تمام، وبعض الاسئله هتقدر تجاوبها لو انت فاهم اللي انت ذاكرته. يعني هتشوف المثال الأول قبل ما يجي لك. إذا جالك سؤال غير مباشر اسأل نفسك سؤال قبل ما تحل السؤال، إيه هو؟ هو السؤال ده بيسأل على أي قاعدة؟ السؤال بيسأل على أي قاعدة؟ إذا عرفت القاعدة اللي بيسأل عليها السؤال هتقدر تروح للملزمة للمكان اللي بيشرح القاعدة دي وتطبق تحل بيه الإيه؟ السؤال. الحاجة الأخيرة إن أغلبكم بنسبة 99.9 ناجح من قبل ما يدخل الإيه؟ الامتحان الفاينل تمام. فبالتالي يعني ماكو اي داعي للغش. حضرتك عاوز تجيب تقدير بقى اتفضل بجهدك. كلامي للناس الشاطره خلي بالك كان في امثله كتير جدا، في امثله كتير جدا ناس غششت ناس فاللي غش جاب درجه اكبر، فبالتالي اللي غششه بكى وعيط. براحتك انت المسؤول عنك انت تضيع مجهودك مش احنا. الامتحان سهل ومش صعب للناس اللي مذاكره، بس هياخد منكم وقت لمنع الغش. الامتحان محطوط ياخد منكم وقت عشان ما يبقاش في وقت الغش. طبعا في بعض الاسئله محطوطه هيبان جدا تطابق الحل، في الحاله دي هقدر اعرف اذا في فعلا دليل مادي على الغش ولا لا، فحذاري من الموضوع ده جدا تمام. فيما اسئله هيبقى مطلوب منك ترفع صور فيها وهي عددها مش كبير عشان الناس ما تتكلمش ان النت ضعيف او مش ضعيف. فخلي بالك من الموضوع ده، حل بجدية، معاك آلة حاسبة، معاك ورقة وقلم لان هيطلب انك تكتب حاجات وترفقها في الحل. بهدوء جدا حل. اخر حاجة انا بطلبها من حضراتكم وفر نت يكون ما بيقطعش. غالبا النت اللي ما بيقطعش بيكون 3G لان الواي فاي انا كنت عايش معاكم المولدات ساعات الكهرباء بتقطع وترجع. في الحاله دي هتضطر تقريبا تعيد الحل من الاول، والامتحان ما فيهوش امكانيه ان حضرتك ترجع تعيد الحل من الاول تاني. افرض جيت انت بعد ساعتين وقطع معاك النت هتبقى مشكله بالنسبه لك. فيفضل ان يكون 3G، ويفضل ان حضرتك تبقى عارف من النهارده فين المكان الكويس اللي 3G بيديك الايه النت بشكل جيد عليه تمام. شباب ده اللي انا اقدر اقوله لكم. الامتحان بسيط، في درجات للطالب الضعيف يقدر يجيب. يعني الامتحان حد سالني توزيع الدرجات ازاي، الدرجات متوزعه. الامتحان من 35 درجه هيجي على هيئه 70 بوينت تمام. 10 درجات لليو في، 10 درجات للاي ار، 15 درجه للان ام ار تمام. يا شباب الان ام ار في اكتر من نوع من المسائل موجود في الان ام ار. اليو في فيها مسائل، الاي ار فيها تشارتس. يعني هي الاسئله اللي انا شرحتها ودربتكم عليها سواء في الكويزات او اثناء المحاضرات هي هي اللي جايه، مفيش فرق كبير عنها عن الايه اللي هيجي في الامتحان. كل ما هنالك محتاج حضرتك تقرا السؤال كويس وتحله بشكل ايه جيد جدا. الامتحان مش تحدي لحضرتك خالص. الامتحان انا قلت محطوط هياخد وقت، يعني يمكن ياخد ساعة ونص، ياخد ساعتين حل في الحدود دي تمام. عشان حضرتك يعني اللي قدر ده الحل هتحتاج تراجعها في وقت حوالي نص ساعة
فقبل ما تفكر تغشش زميلك، حضرتك فكر انك تراجع اسئلتك بشكل كويس. كان في ناس في الكويزات كانت حلها كويس ورجعت غشت من زملائها، او نتيجه التعاون المثمر عدلوا اجاباتهم فكان حلولهم غلط. ايا كان، الحاجه الاخيره اللي قبل ما ادخل في حل الاسئله، يعني انا اظن ان انا بذلت معاكم جهد يعني طيب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني. الحاجه الوحيده اللي مزعلاني ان مهما نزلت من تعليمات لحضراتكم عشان نقدر نتعاون مع بعض، عدد تقارير، انا بشكر مصطفى شكر خاص جدا جدا يعني على موضوع التقارير، وفر عليا جهد. عدد تقارير انا بقول يمين حضراتكم بتقولوا شمال، يعني لما اقول ما حدش يسالني على الخاص بيدخل الزميل او الزميله تسال على الخاص، ولما اقول له لو سمحت تسال على الجروب بيرجع يزعل حضرته بياخد على خاطره. يعني انا محتاج حد يجاوبني يقول لي مين اللي غلطان، في رولز محطوطه. انا بقول لحضرتك اكتب السؤال في بوست منفصل، الناس شغاله بتكتب في الكومنتات، مع ان انا كاتب السؤال يكتب في بوست عشان انا ما ادخش تحت في اسئله في اجابات، يعني اقعد ادور في كومنتات. الوحيد اللي مسموح منه يكتب في كومنتات في نفس البوست هو شخص بيسال في نفس النقطه، يعني احنا بنكمل في حضرتك ناوي تسال سؤال جديد يبقى تكتب بوست جديد، لان انا فعلا قدرتي على متابعه الكومنتس مش قويه. الملحوظات اللي بقولها دي مش بس عشان الترم اللي احنا فيه، احنا ما زال عندنا ترم تاني ان شاء الله هنشوفه سوا. ابتدي معاكم في حل اسئله، رجاء ما حدش يضيف في البوست مره تانيه اسئله اللي عاوز يسال مره تانيه في ايه؟ في سؤال. يعني اهو مثلا البوست اللي انا نزلته اهو، اللي عنده سؤال مكتوب يضعه هنا في بوست، يضعه في بوست. حضراتكم كلكم بسم الله ما شاء الله، يعني دي حاجه مبشره على امتحان بكره، كلكم عملتوها في كومنتات. اوكي نبتدي حل الاسئله. حد هنا بيسالني بيقول لي اذا تقدر نحل الامثله اللي واجب علينا، يبقى انا كده محتاج افتح المحاضرات. طبعا انا بالمناسبه نزلت الدرجات وحضراتكم اعترضتوا. بالنسبه للنظري كان اكو ناس اعترضت قبل ما انزل الدرجات، فكنت شيكت الدرجات اكتر من مره سواء بطريقه اوتوماتيك او مانوال، وبالتالي الدرجات اللي وصلت لحضراتكم هي اصح الدرجات. في حوالي 5 أو 6 اعترضوا امبارح، رجعتهم واحد واحد، تاكدت ان الدرجات الاخيره اللي واصله لحضراتكم سليمه 100%. بالنسبه للنظري ماكو بها ايه اي خطا. تمام. طبعا هنا ده الفولدر بتاع الامتحان مالناش دعوه بيه وحش. نفتح بقى الاتش ان ام ار. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الاتش ان ام ار فين؟ الجزء الاولاني اهو، وادي الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. وادي الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل بقى الحاجات دي كلها. سيف. اوكي. نرجع بقى للايه، الحاجات اللي انت طالبها. بالنسبه للشيلدد والدي شيلد، طيب انا هفتح معاكم حاجه اسمها اي ار. بصوا انا لما جبت الاسئله عادي ممكن اقول لكم جبت الاسئله منين، مش من موقع واحد يعني. يعني مثلا كنت بكتب مثلا يو في مثلا سبكتروسكوبي، ماشي، اكزام مثلا كده مثلا، او اقوم شايل كلمه اكزام واكتب بروبلم، شويه اشيلها واكتب ام سي كيو مثلا، كنت بقعد اغير كده. بس بما انكم بتسالوا في الشيلدنج والدي شيلدنج فانا هكتب اتش ان ام ار. اوكي ام سي كيو مفيش مشكله، او اكزام، وهكتب اكزام جنبها اهي عشان اجيب لكم اسئله. انا مش عايز اشرح الاسئله اللي في المذكره لانها اتشرحت قبل كده، والمفروض ان انتم معاكم الايه؟ الفيديوهات. كويس، ادي اهو مثلا ده حد فاتح اسئله اهو. طبعا انا كنت بختار من الاسئله اللي هي يعني مثلا اهو ده سؤال اهو، انتوا اكيد متابعيني. ان ام ار از ذا ستادي اوف ابزوربشن اوف باي نيوكلاي ان ا ماجنتيك فيلد، راديو اكتيف راديشن ولا اي ار راديشن ولا راديو فريكوانسي راديشن ولا مايكروويفز؟ حد هنا عنده اجابه يا شباب؟ راديو فريكوانسي. راديو فريكوانسي راديشن، هكذا انا كنت ايه بشتغل.
بيقول لكم ال NMR spectrometer. على فكره انا اول مره الاقي الصفحه دي، يا ريتني كنت لقيتها. Provide كذا and كذا method for determining structure in soluble chemical compound. Accurate and destructive. Accurate and non-destructive. Inaccurate destructive. Inaccurate and non-destructive. ايه رايكم؟ دكتور هي accurate. Accurate, non-destructive. هتبقى رقم بي accurate and non-destructive. تمام؟ انا بس يعني بغض النظر عندي انا عاوز اشوف مركبات، يعني انا بدور على مركبات بس شوف خلي ده بعدين نشوفه. نفتح حاجه ثانيه. انا بقى كنت بتنقل بين المواقع بالشكل اللي انتم شايفينه ده لحد ما جبت مجموعه الاسئله اللي انا ايه جبتها في الامتحان. الموضوع مش اختراع، يعني مش احنا بنخترع. ان ام ار سبيكتروسكوبي. طيب خليني انا عشان ما اتعبكمش وناخد وقت، بس انا حبيت اعرفكم مصادر الاسئله، يعني ما هيش سر ولا حاجه. ماشي، اتمنى يكون في هنا مركبات نشرح عليها الشيلدنج والدي شيلدنج. اهو مثلا على سبيل المثال اللي سالني على الشيلدنج والدي شيلدنج، هناخد المركب ده. انتوا شايفين المركب اللي انا باشر عليه اهو على سبيل المثال. تعالوا نبص. اولا خلي بالكم احنا بنسال على الاتش ان ام ار. السي ان ام ار انا ما شرحتوش، فاحنا الاتش بيبقى ليه علاقه بالكربونه اللي عليها اتش او عموما وجود الاتش. احنا عندنا هنا كم نوع؟ عندنا ادي نوع واحد وادي اثنين ثلاثه اربعه ثلاث ذرات. هم كم نوع؟ حد يجاوبني المركب ده فيه كم نوع؟ اثنين. نعم ثلاثه. لا المركب ده فيه نوعين، ادي نوع نوع والثلاثه دول نوع واحد. تمام، نفس الانفايرمنت بالظبط وكلهم سنجل، كلهم سنجل. هنتكلم، السؤال كان بيكلمني على الشيلدنج والدي شيلدنج. السي اتش 3 هنا قريبه جدا على الكربونيل، والسي اتش 3 اللي هنا قريبه على كربونه قريبه من الكربونيل. اذا مين فيهم مور شيلدد؟ شيلدد هيكون السي اتش 3. سي اتش 3 سي اتش 3 الثلاثه دول بيطلعوا سيجنال واحده سنجلت وهي هتكون شيلدد، والمجموعه دي هتكون دي شيلدد. تمام، حضرتك لو عاوز تعرف مكانهم بالظبط هتيجي هنا في الملزمه الاولى، المفروض ان هي تقريبا الاولى، هتلاقي الارقام اهي. ادي الارقام اهي قدام حضرتك تقدر تبص عليها. ادي لما يكون CH3 قريبه من الكربونيل فين؟ ادي دي قريبه من اوكسايد اهي. شايفين CH3 قريبه على الكربونيل، بيكون مكانها ما بين الواحد ما بين اسف الاثنين والثلاثه. احنا بناخد على القطعه اللي موجوده. تمام، القطعه المستقيمه الزرقاء ما بين الاثنين والثلاثه. طيب الثانيه اللي هي مرتبطه بكربونه يمكن مش موجوده هنا. تمام، انا طبعا هنزل لكم جدول على بعد العصر كده يعرفكم القيم اللي مطلوبه منكم اللي هتلاقوها في الامتحان وهتسالوا عليها يعني. تمام، طيب عموما مش مشكلتنا القيم حاليا، نرجع تاني للاسئله اللي كنا بنتكلم فيها. يبقى ده شيلدد ودي شيلدد. تعال نشوف مثال تاني في شيلدد ودي شيلدد. اهو عندنا مثلا المثال الاخير ده، خليني اكبره شويه. مش نازل هنا. طيب شايفين المثال ده يا شباب؟ المثال اللي انا باشر عليه اهو. تمام، حد ممكن يقول لي هنا عندي كم نوع في المثال؟ خمسه. ايه؟ خمسه دكتور. خمسه. خمسه، ادي واحد. تمام، ادي اثنين. تمام، ادي ثلاثه. ماشي، اربعه، خمسه. تمام، انتوا قلتوا خمسه. طيب المثال دي السي اللي هنا عباره عن ايه؟ مو المفروض سبعه؟ سي اتش دي سي اتش ودي سي اتش
اذا دول 7 مو 5. طب ليه احنا عملناهم 7؟ لان مفيش سيمتري في المولكيول. لا يوجد سيمتري فين؟ في المولكيول، صح كده يا شباب؟ اذا هم 7، 7 انواع موجودين في الايه، في المثال. عايزين نرتبهم، تعال نرتبهم سوا. تمام، احنا عندنا ايه؟ احنا هنسيب الاو اتش للنهايه سوا. حلو كده، هنسيب الاو اتش للايه، للنهايه. احنا عندنا ادي ديت، ده سي اتش 3، دي هتكون اكتر واحده شيلدد، السي اتش 3 دهيت. تمام، بعدها عندنا مين؟ عندنا دي كربونه ودي كربونه ودي كربونه. احنا الاثنين الاكثر شيلدد مين؟ هيكون دي كده هتبقى الاكثر شيلدد، لان دي مرتبطه باثنين كربونات واكسجينه، فدي هتبقى اكثر واحده شيلدد. تمام، يبقى دي اكثر سوري دي شيلدد، دي شيلدد. و يعني خليني ممكن اخدها على، انا عاوز اخدها على ايه، جيم بورد ونعملها، مش هتيجي. طيب احنا هنمشيها سوا بالورقه والقلم. ادي دي هتبقى اقل واحده اللي هي السي اتش 3، دي اقل واحده، واكبر واحده هتكون ده هي. يبقى حضرتك عندنا كام؟ ادي 1 2 3 4. تعال نشوف هنا مين فيهم، يلا مين حد كده يحل معايا؟ مين يحب يحل في المثال ده؟ اتفضلوا. طبعا الامثله اللي هتكون في الامتحان اسهل من كده بكثير يعني. حد يلا اتفضل يحل يا شباب معايا. مين فيهم هتكون الاكثر شيلدد؟ قارن كل واحده بالثانيه. ها، يعني مثلا لو قارنا الكربونه اللي هي هنا دي بالكربونه اللي هنا، مين فيهم شيلدد مين فيهم دي شيلدد وليه؟ دكتور قريبه من السي اتش 3 هي تكون شيلدد. القريب من الاو اتش، الاو اتش يعني تكون هي مور دي شيلدد. بالنص راح تكون بين الاو اتش والسي اتش 3، هاي اكثر وحده دي شيلدد. تمام، يبقى احنا هنا رتبناها الاو اتش والسي اتش 3. حلو جدا، ماشي. يبقى انت قلتي ان دي اكثر واحده دي شيلدد، وبعدين دي في الدي شيلدن، وبعدين ده هي. طيب نقارن دي ودي، مين فيهم اكثر دي شيلد اللي هي قريبه على السي اتش 3 واللي داخله جوه الحلقه، مين فيهم اكثر؟ الدكتوره المرتبطه بالسي اتش 3. تمام، طيب يبقى الاو اتش، الاو اتش فيها مشكله. ايه هي الاو اتش اللي فيها مشكله؟ عشان كده انا ابقيتها في النهايه. تنبؤاتكم هتكون في الاو اتش صعبه شويه. ازاي؟ الاو اتش لو رجعنا للرسمه اللي انا وريتها لكم دي اهي، تعال نشوف الاو اتش فين. الاو اتش بسم الله الرحمن الرحيم، هي المفروض من 1 لـ5 اهي. شايفين الاو اتش كده يا شباب؟ اهي بتبتدي من 1 لحد 5. طب بتعتمد على ايه من 1 لـ5 في الطريقه دي كلها؟ بتعتمد على الهيدروجين بوندنج، يعني مقدار هذا المولكيول هل هو عامل هيدروجين بوندنج ولا لا. تمام، فبالتالي صعب جدا التنبؤ بيها في الحاله دي. لكن عموما احنا في حلنا هنعتبرها هي الاكثر دي شيلدد لانها قريبه على الاكسجين. ماشي، انا هاخد لكم المثال ده وهوريه لكم عشان تشوفوا هل حلكم صح ولا لا على برنامج. دكتور يعني ما اخليها قاعده ببالي انه دائما الاو احنا بالنسبه لنا، وعشان لما نيجي نحل بكره مع بعضينا هيكون الاو اتش اعلى واحده فيهم، عشان بس نكون مثبتين قاعده. لكن على الحقيقة هي مش أعلى واحدة. تمام؟ هي بس يعني غالبا 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 احفظوها معايا، الأو اتش لو جبناها في مسائل بكرة هتكون قيمتها 2. تمام؟ سامعني كده؟ دكتور يعني شلون قيمتها؟ قيمتها مو احنا، ما هو دلوقتي الكيميكال شيفت مالتها، الكيميكال شيفت مو هيدا الكيميكال شيفت؟ اي نعم دكتور. هيكون قيمه الاو اتش غالبا، انا يعني احنا زي ما قلت لكم اذا جت في مسائل واعطتكم ارقام هتكون قيمتها 2. تمام؟ اوكي دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنت عايز اجيب لكم البرنامج صح؟ اهو. اهو ادي البرنامج، ادي الملوكيول اهو اللي احنا كنا بنرسم فيه دلوقتي. وادي الاو اتش، هو لا ما كانتش كده سوري، انا بس دي كده هيكون اخر مثال اشوف فيه الشيلدنج والدي شيلدنج يا شباب، عشان انقل على بيت الايه الاسئله سوا، عشان لسه في اسئله بسم الله ما شاء الله كتير يعني.
ادي الـ OH وهنا CH3 تمام. تعالوا بصوا كده شفتوا يا شباب، ادي الـ CH3 هي شيلدد 1. ايه شايفين الرسمة صح؟ شايفينها؟ شايفين معايا ولا مش شايفين شباب؟ نعم دكتور شايفين. نعم دكتور. دي ايه؟ دي واحد. بعد كده القريب عليها 1.68 تمام؟ عندنا هنا دي 1.7 1.6 دي 1.7. احنا كده متفقين الاكثر دي شيلدد هتكون الـ CH3 تمام؟ عندك الدي شيلدد اللي هي قريبه على الاكسجين. حلو كده؟ طيب ايه المشكله هنا عندنا بقى؟ المشكله هنا عندنا انتوا قلتوا القريبه على الاو اتش اكثر دي شيلدد من دي، كلام زي الفل، واللي في النص هتبقى اكثر شيلدد بين الاثنين، بس اللي في النص جت في النص بين الاثنين، يعني هو المفروض دي زي ما انتوا رتبتوها، الترتيب بتاعكم صح بغض النظر عن الارقام. هو بس المفاجاه بالنسبه لكم ان الاو اتش طلعت 2. حد هيسالني ليه الاو اتش طلعت 2؟ الاكسجينه دي يا شباب المفروض الاو اتش كانت تطلع اكبر واحده فيهم. طب ليه هي طلعت 2 مش اكبر واحده؟ لان الاو بعد يعني دراسه في الموضوع عليها لون بير، الاكسجينه نفسها عليها لون بير، فوجود لون بير على الاكسجينه 2 لون بير مش لون بير واحد، ده بيوفر الكترونات حوالين الهيدروجين. بيوفر ايه؟ الكترونات حوالين الهيدروجين، ولما يوفر الكترونات حوالين الهيدروجين اذا الكيميكال شيفت هيكون اصغر تمام. دي نقطه. التفسير الثاني هو ان انت تحسب الهيدروجينه كام واحده بتسحب منها، يعني مثلا على سبيل المثال هنا الكربونه اللي في النص اللي هي CH2 في هنا كربونه بتسحب منها وهنا في كربونه بتسحب منها، والكربونه دي جنبها اكسجينه كمان بتسحب. اما الهيدروجين اللي مرتبط بالاكسجين فهي بس الاكسجينه بس الوحيده اللي بتسحب منها، يعني مصدر واحد بس للسحب، عشان كده طلعت اقل من اللي احنا ايه متوقعينه. يبقى تاني كده زي ما حضراتكم رتبتم، اعلى واحده هتكون ال CH3 CH المرتبطه بال OH، بعدها المفروض ال CH اللي هي بصفها تمام. طيب ليه احنا حطينا دي اضعف منها؟ لان دي مرتبطه ب CH3 مضاعفها في الاخر، اما دي اللي جوه الحلقه اكثر سحبا من اللي بره الحلقه، فدي لما اضفت لها اللي بره الحلقه تمام فبقت اضعف. يبقى دي الاعلى وبعدين دي وبعدين ده اهي وبعدين في الاخر اللي هي في النص وبعدين ال CH3 بالنهايه. طيب ناخد بقى السؤال اللي بعد كده عشان نبقى ايه عارفين مع بعض في الكومنتات. حد بيسالني هبه سامر، معانا هبه سامر سلايد 32 و35 اللي هو في الجزء الاولاني الجزء الثاني، تسال في الجزء الثاني. نعم دكتور. الجزء الثاني اوكي، سلايد 32 و35. سؤال هنا في المسألة دي؟ نعم دكتور هذا السؤال. طيب هو في حد كان بيقول لي أحل المسألة مرة ثانية صح كده؟ فنحل المسألة ما يكون مشكلة. طيب دكتور أنا بقدر تطلع عندي أكو قيم 2 مجهولة، يعني ما جاي تطبق على على المركب. قيم 2 مجهولة لا تطبق على المركب؟ أي قيم اللي مجهولة بالضبط؟ دكتور أكو قيم أنت منطيها يعني بالسؤال ما جاي تطبق عندي بالمركب، ما أعرف ليش. اي قيم؟ ما تقولي لي ما قيم قدامك، انهي قيمه من دول الغير مطبقه؟ دكتور ده تطلع عندي الدبلت ال 20 والسنجلت ال 30. الدبلت 20 والسنجلت 30، دول ما بيطلعوا معاكي؟ اي نعم دكتور ما ده يطلعون عندي. طيب تعالي نحل السؤال سوا. هو السؤال بيقول ايه؟ بيقول احنا عندنا مركب سي اتش 10 اتش 12 او 2. طبعا انا عاوز اقول لكم ان كان المفروض في جزء سي ان ام ار وجزء ماس، هو طبعا مش هنحتاجه هنا بس لو كانوا موجودين كان يساعدوا اكتر تمام. المهم
احنا عندنا دلوقتي هو بيقول لك المركب ده بيديني كام سيجنال؟ مديني 5 سيجنال، واحده عند 7.9 والتاني عند 6.9. طبعا هو المفروض رسمه المركب ما كانتش موجوده، تمام؟ يعني المثال لو هيجي لك ما فيهاش رسمه مركب، حلو كده. 3.8 2.9 1.2. زي ما اتفقت معاكم ان البيك لما تطلع عند 2 وسنجلت هتكون او اتش، عند رقم 2 وسنجلت هتكون او اتش. كمان لما تلاقي عندك حاجه في الرينج ما بين 6 و8، ما بين 6 و8، يعني ادي 6.9 7.9، دي ما بين ال 6 وال 8، هترجعوا معايا كده، دي هتكون حلقه البنزين. دي قاعده عامه في الاتش ان ام ار، حلقه البنزين. تعالوا نشوفوا كده حلقه البنزين فين اهو. تعالوا نشوف ادي ال 6 وادي ال 8، نطلع عند ال 6 كده، تمام اهو، دي طلعت الالكين اهو، ماشي. وادي الاروماتيك، يقصد ايه بالاروماتيك؟ اللي هي السي اتش اروماتيك ما بين السته وما بين الايه، حتى يمكن وصل لبعد الثمانيه كمان، صح؟ شايفينها؟ شايفينها يا شباب؟ فهي قاعده عامه، قاعده عامه لحضراتكم، قاعده عامه ان لما يكون عندي بيك طلع في قيمتها ما بين السته والثمانيه او السته والتسعه وطالعين ادي دبلت ودبلت، دي غالبا اروماتيك، تمام يا شباب؟ طب ايه اللي يأيد لي ان المركب اللي عندي اروماتيك مره ثانيه؟ انا عندي هنا كم كربونه؟ ايه دكتور، انا مشيت على هذا الاساس انه عدد ذرات الكربون اكثر من 6 اذا هو اروماتيك. اذا يبقى انا عندي هنا دول اروماتيك، الاثنين دول كده اروماتيك، حلو كده؟ هنستنى لما نشوف المركب سوا، تمام؟ طيب يبقى عندي سنجلت وكوارتت وكده، هنمشي مع الخطوات اللي احنا بيقول لك الانتجريشن، احنا عموما هنمشي مع الخطوات يعني. الانتجريشن بيك، تمام، 20 20 30 20 30. اول حاجه هنعرف كام، يعني كل سيجنال من دول فيها كام هيدروجين، تمام؟ فهنحسبها ازاي؟ اول حاجه هنجمع الانتجريشن طلعوا 120 يونت، 120 ايه؟ يونت، اللي هم اكبر من عدد الايه؟ ذرات الهيدروجين اللي في الفورميولا 12. فهنعمل ايه؟ هنقسم 120 على 12 ب 10، صح كده؟ نعم دكتور. 10، يبقى نرجع للصفحة الماضية، يبقى ال 20 دول كام هيدروجين؟ 20 على 10 فيها الايه؟ الاثنين هيدروجين، 2 هيدروجين، 3 2 3 3 كده؟ نجمعهم، هتجمعي 2 و2 4 و3 7 و2 9 و3 يبقوا 12، فعلا هم 12 ايه؟ هيدروجين، تمام كده؟ دي الخطوة الأولانية. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية احنا هنتوقع مع بعض طريقة الايه؟ البيكات، بناء على الكيميكال شيفت، بناء على الايه؟ الكيميكال شيفت والسبليتنج. بس هو هنا عامل خطوة انا ما شرحتهاش ليكم، اسمها الاتش اي دي، اللي هي عدد الدبل بوند، انا ما شرحتهاش لحضراتكم. ليه ما شرحتهاش؟ لان احنا ما شرحناش الماس، تمام؟ بس عموما احنا عرفنا من لما لقينا ان هو 7.9 في 6.9، تمام، هتكون ايه؟ اروماتيك، فعندنا حلقه بنزين. طيب احنا هنا في المثال عندنا ايه؟ كم اكسجين يا شباب؟ دكتور 2. حلو، توقعاتكم للاكسجينه دي تطلع ايه؟ ايه المركبات اللي فيها اكسجين معاكم؟ كاربوكسيليك اسيد، دبل بوند او، والاو اللي ترتبط لوحدها. احنا انا لسه ما اعرفش، انا بفكر ولسه ما شفتش المثال. هيكون عندنا اكثر من احتمال، اما ان انا عندي كيتون جروب، كربونيل جروب، سواء اتنين كربونيل او كربونيله واحده، انا ما اعرفش لسه، تمام كده؟ حلو، بس عندي احتمال مجموعات الكربونيل، احتمال مجموعات الالكحول اللي هي الاو اتش، صح كده؟ احتمال مجموعات الايثر اللي هي او وبيها اتنين الكايل، احتمال مزيج بين الثلاث مجموعات، صح كده؟ مش احتمالات موجوده معايا يا شباب؟ ايه دكتور؟ واذا اما كربونيل، اما او اتش، اما ايثر، واما يعني اثنين كربونيل اثنين الكحول، او واحده كربونيل مع الكحول، او كربونيل مع ايثر. انا لسه مش متوقع، بس كل الحاجات دي احتمالات فين؟ في دماغي، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الحاجه الثانيه. انا هنا اتفقنا الاثنين دول حلقه بنزين، تمام؟ حلقه بنزين، انا هون جاي اعمل ايه؟ انا ارسم حلقه البنزين الاول، امسح الكلام اللي موجود ده،
خلينا بن ومعامل، مش جايب لي الريزلت، كنت عايز امسح الحاجات اللي مرسومه قبل كده. انا هون جاي اعمل ايه؟ انا بغض النظر عن المركب المرسوم، انا بشتغل كأن المركب مش مرسوم قدامي، تمام؟ يبقى انا عندي حلقة بنزين. طبعا انتوا عارفين الرسم وحش، فيعني انتوا تستحملوني، لان الكمبيوتر كلش سيء ان انا ارسم بيه. ادي حلقة البنزين. عشان يطلع لي دبلت ودبلت، يعني ايه دبلت ودبلت؟ خلي بالكم، هي حلقة البنزين هنا حسب ما احنا فيها كم هيدروجينة؟ 12. حلقة البنزين فيها كم هيدروجينة؟ 6. دي حلقة البنزين معروفة، أنا بتكلم في المثال عندي، كاتب أهو 20 و20، يعني كام بروتون؟ 4. مو 2 و2؟ 4، صح كده؟ تمام. إحنا عندنا كام احتمال؟ عندنا احتمالين، عندنا كذا احتمال. إما إن هي مونو سبستيتيوتد، يعني فيها سبستيتيوشن واحد، تمام؟ طب هو لو في سبستيتيوشن واحد أصبح عندي كام بروتون؟ 5 دكتور. 5 دكتور. يبقى ما ينفعش يكونوا، يبقى ما ينفعش يكون إيه؟ مونو سبستيتيوشن، صح كده؟ أي صح. صح؟ تمام. طيب لو خليناهم 3 سبستيتيوشن، ما خلي بالك الكربونة دي ما فيهاش هيدروجين، الكربونة دي كده ما فيهاش هيدروجين، صح؟ تمام؟ أي. تمام. طيب لو إحنا خليناهم 3 سبستيتيوشن، هيكون فاضل 3 هيدروجين، اذا لا ينطبق عليهم. اذا انا ما عنديش حل غير ان يكون حاله البنزين فيها كام سبستيتيوشن؟ 2. طيب يبقى بقى الاثنين دول هيكونوا اورثو ولا ميتا ولا بارا، صح؟ يعني انا هعمل هنا ولا هعمل هنا ولا هعمل هنا؟ دكتور لو حضرتك اتفضلي. اثنيناتهم بارا؟ ما هو انا بشرح لك ليه انا عملتهم بارا، انا بفهمك ليه هم بارا، تمام؟ مو لازم تبقوا فاهمه انا ايه اللي خلاني اقول عليهم بارا، تمام؟ نعم. احنا كده استبعدنا ان هم مونو سبستيتيوتد او تراي او تترا سبستيتيوتد، باقي عندي الداي سبستيتيوتد فقط، تمام؟ ماشي، فهمتيني ولا مش فهمتيني؟ لا دكتور انا هاي ما فهمتها ليش يعني اذا مو مونو. ما هو اذا مونو هيبقى عندي كام هيدروجين في الحلقة؟ 3. لا 5، مش هما 6 كربونات؟ أنا خدت واحد فيهم، يبقى 5 كربونات unsubstituted غير مستبدلات، يبقى 5 هيدروجين. أنت المثال عندك فيه كام هيدروجين في حلقة البنزين؟ 4. طيب ينفع؟ لا دكتور، نعم دكتور استفهمت. تمام. طيب بعد كده لو انت عملتهم اورثو، تمام، احتمال مش هيبقى فيه تطابق بينهم، لان مش هيبقى نفس المسافات، تمام. الحل الوحيد عشان يبقى متطابق ان هو يكون في الوضع بارا، وخصوصا ان هم هيكونوا غير متجانسين، تمام. فالحل عشان يكونوا دبلت ويكون نفس البيكات ان يكون في الوضع بارا. في الحاله دي هتكون الهيدروجين اللي هنا متطابقه مع الهيدروجين اللي هنا، تمام، والهيدروجين اللي هنا، او خلينا اتوم اهو عملت سبستيتيوشن في الوضع ايه اهو، انا عملت سبستيتيوشن في الوضع اورثو لبعض، هيبقى الهيدروجين اللي هنا دي شايفينها، الهيدروجين اللي في النص حواليها كام هيدروجينه؟ انا عملت في الاورثو الهيدروجين اللي انا اشرت عليها دي حواليها كام هيدروجين؟ واحده. لا 2. ادي واحدة وادي التانية، صح كده؟ تمام. اذا مخ الموقع بار، اي طبعا. طب انا عملت انا عملتهم اورثو سبستيتيوشن اهو، اورثو سبستيتيوشن، تمام. طبعا المفروض اللي متدرب على امثلة زي حالتي فاهم القصة، بس انا بحاول اوريها لكم. اذا اللي انا باشر عليه ده هيكون ايه؟ تريبلت. هيكون ايه؟ تريبلت. انا المثال عندي دبلت ولا تريبلت؟ دبلت. اذا ان هي تكون اورثو مرفوضه. طب نخليها في الميتا، تعال نخليها ميتا كده،
تعالوا نخلوها ميتا، اهي بقت ميتا برضو نفس البروتون ده، هيكون تريبلت ولا مش تريبلت؟ نعم دكتور. وهيكون عندي كم نوع بروتون؟ ادي واحد اثنين ثلاثة، على الاقل ثلاث انواع، وانا عندي هنا كم نوع؟ نوعين. اذا في الاخر مش هينفع معايا غير ايه يا شباب؟ بالنهاية هينفع معايا مين؟ فين هم موقع بارا؟ هيكونوا اثنين، هيكون داي وموقع الايه؟ البارا، صح كده؟ نعم دكتور. تمام، يبقى تعالى نرسم المركب مع بعضينا مرة تانية، أهو. أدي هنا اتش. تمام؟ وهنا اتش. تمام؟ وهنا اتش. تمام؟ وهنا اتش. تمام. طبعا المثال اللي جاي في الامتحان اسهل من كده بكتير، بس عموما ويمكن يطلع حاجه قريبه من المثال ده. ادي عندنا اربعه هيدروجين زي ما انتم شايفين. كده بقى عندي كام هيدروجين؟ ثمانيه. ثلاثه باثنين بثلاثه، صح؟ المثال الاول سنجلت. الثلاثه الاولانيين سنجلت، يعني ايه سنجلت؟ دكتور ما عندي عشان واحد من هذني الاو، لو الاو يعني الواحد هي لو سي دبل بوند او. انت برضه عماله تشرحي على اساس ان انت شايفه المثال قدامك. دكتور هي بيها ثلاث اشياء. نو سنجل دكتور يعني مفصول عن المركب. ماكو احد بصفها. بالظبط، ان ماكو ذره كربونه عليها هيدروجين بصفها، ماكو ذره كربونه بيها هيدروجين بصفها، تمام؟ طيب نعم. هنعرفها دلوقتي. ايه سوري، هو ايه اللي حصل؟ هنعرفها دلوقتي. طيب يبقى هي اما جنبيها اكسجينه او كربونه بلا سبستيتيوشن، بلا هيدروجين يعني اسف، او كربونيل جروب. اوكي طيب الكوارتت دي معناها ايه؟ لازم بصفها سي اتش 3. بصفها سي اتش 3، يبقى انا هكتب كربونه اهو بصفها سي اتش 3، صح كده؟ نعم دكتور. ماشي. طيب الكربونه اللي هي بصفها سي اتش 3، تعال نشوف اللي بعدها. الواحد واثنين دي اللي هي تريبلت، دي عباره عن ايه؟ معناتها بصفها سي اتش 2. طيب يبقى كربونه برضو بصفها سي اتش 2. طيب اللي هي كوارتت دي اصلا كم كربون كم هيدروجين؟ اثنين اهو، ادي كتبناها اثنين. طب والتانية كام؟ ثلاثة، هنكتبها ايه؟ ثلاثة. اذا تلاحظوا ايه؟ ان هي سي اتش 3 بصفها سي اتش 2 بغض النظر مين فيهم الاول، اما سي اتش 3 سي اتش 2 او سي، صح كده؟ نعم. تمام يبقى طيب حاجة تانية، مش السي اتش 3 دي طرفية؟ مو طرفية هي؟ نعم دكتور طرفية. طيب إذا أنا قلتوا معلش أنا عمال أمسح لأن أنا مش هينفع السلايد يكون فيها كلام كتير. تمام؟ إذا أنا عندي سي اتش 3 بصفها سي اتش 2 مرتبطة بحلقة الإيه؟ البنزين، صح كده؟ نعم دكتور. تمام، يبقى أنا كده خلاص. نرجع بقى للمركب السابق نشوفه سويا مع بعض، ايه اللي باقي عندي فيه؟ ادي البين. يبقى انا عندي سي اتش 3 تمام؟ سي اتش 2 سي اتش 2. طيب انا هنا عندي، خلي بالكم احنا لسه ما حليناش دي، دي سنجلت فيها كام؟ فيها كام؟ فيها ثلاثة. مين اللي نعم. بيبقى فيه ثلاثة؟ هو الـ CH3، صح كده؟ نعم دكتور. يبقى عندي هنا CH3 لوحدها، وعندي CH3 CH2، تمام كده؟ نعم دكتور، معناها هي هاي المقصودة. طيب، حلو أوي. تعالوا نعد حاجة سوية مع بعضينا، إحنا كده عندنا كام بيك؟ كام سيجنال؟ أدي واحدة، ماشي؟ سوري، أدي واحد، كده واحد، كده اتنين، كده تلاتة، سوري تلاتة،
أربعة خمسة، صح كده شباب؟ عندي خمسة سيجنال طلعناهم كلهم، صح ولا لا؟ نعم دكتور. طيب تعال نشوف الخمسة سيجنال بكم انتوا بقى المفروض بعد ما بتطلعوا المركبات دي بتطرحوها من مين؟ من الفورميولا دي. نعم. تمام؟ إيه؟ لو طرحناهم، احنا طلعنا كل الهيدروجين، تعال نعد الهيدروجين اللي طلعناهم، ادي أربعة واثنين وثلاثة يبقوا تسعة وثلاثة اتناشر، ما بقى هيدروجين، احنا كده خلصنا الهيدروجين، هنشطب عليه. تمام؟ طلعنا كم كربون احنا كده؟ ادي واحد اثنين ثلاثة، الحالة البنزين ست كربونات صح؟ نعم دكتور. وعندنا هنا كام كربونة؟ ثلاثة صح كده؟ لا يبقى بقى عندنا كام كربونة؟ يبقى معايا كربوناي. تمام؟ صح كده؟ مظبوط؟ نعم دكتور مظبوط. طيب عندنا كام أكسجينة؟ اثنين، ما طلعنا منهم حاجة، يبقى احنا عندنا احتمالات ايه؟ عندنا احتمال هنا عندنا أكسجينة لسه ما ظهرت ومعها كربونة، يبقى غالبا أنا عندي كربونيل، والكربونيل جروب من الحاجات اللي ما بتظهرش في الـ HNMR صح كده؟ عشان كده ملهاش بيك، يبقى إذا أنا عندي كربونيل. ليه عندي كربونيل؟ لأن بقت معايا كربونة وبقى معايا أكسجين وما باقي معايا سيجنال، أنا خلصت كل السيجنال والكربونيل مجموعة لا تظهر معايا. طيب هل أنا ممكن حد يقول لي إن أنا عندي OH؟ لا ما عنديش OH. ليه ما عنديش OH؟ لأن خلصنا كل الـ H. طيب يبقى عندي كربونيلة وعندي كمان أكسجينة، الأكسجينة دي إما هتكون إيثر أو هتكون كربوكسيليك جروب، يعني إما كربوكسيليك وإما إيه؟ إيثر، صح كده؟ عارفين إيثر يعني إيه؟ إيثر يعني اتنين ألفاتك. طيب تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجدول اللي مع حضرتك، فين 3.8؟ ادي 3.8 اهو، جت معانا في الكحولات، طبعا احنا قلنا ما عندناش كحول صح كده؟ نطلع فوق سي اتش قريبه على كربونيل، سي اتش اهي قريبه على الكربونيل. طيب تعال نشوف كده، ااا 3.8 و2.9 اللي هي دي سي اتش 2 ودي سي اتش 3، واحده من الاثنين دول قريبه على الكربونيل ماشي، اللي هي اما السي اتش 2 واما مين؟ السي اتش 3، صح ولا انا غلطان؟ نعم دكتور. اهو نفس الايه؟ نفس الرينج اهو، تعال نشوف الرينج، نطلع كده مع بعض تاني الرينج بتاعها، لا تعال نشوف الرينج كده بالظبط من 2 بوينت، من 2 ل 3، لو انا عايز اكبر لكم الرسمه دي عشان تشوفوها، سامعيني يا شباب ولا النت فصل؟ فصل فصل عنه. سامعيني كده يا شباب؟ طيب سامعيني كده؟ نعم. طيب بصوا تعالوا نشوف المثال مع بعض اللي انا بتكلم فيه ده، ده تعالوا السي اتش قريبه على الكربونيل، سي اتش ملتصقه بكربونيل اللي هي سي اتش 2 بقى، هتكون سي اتش 2 او سي اتش 3، الرينج بتاعها من كام لكام يا شباب؟ من 2، انتوا واخدين بالكم منين لفين؟ من 2 ل 3 صح؟ شايفين؟ مش شايفين ولا مش شايفين يا شباب؟ دكتور ايه؟ من 2 ل 3. طيب نرجع للمساله بتاعت حضراتكم، مين هنا من 2 ل 3؟ دي ولا دي؟ مين اقرب؟ 3.8 ولا 2.9؟ 2.9. 2.9، اذا ال 2.9 اللي هي سي اتش 2 هي اللي قريبه على الكربونيل، اذا هتكون سي اتش 3 سي اتش 2 سي دبل بوند او. تمام؟ وضحت دي ولا لسه؟ طيب ال 3.8، تعالى برضو نرجع لل 3.8، نمشي ادي ما بين ال 3 وال 4 انا طالع، هتفاجئوا ان السي اتش اللي هي قريبه على اكسجينه، سواء اهي ادي سي اتش قريبه على اكسجينه هنا او سي اتش قريبه على اكسجينه هنا، الرينج بتاعها من كام لكام؟ نصغر عشان نشوف، اهو الرينج بتاعها من 3 الى 4،
إذا عندي اللي هي طالعة عند 3.8 دي هتكون CH3 قريبة على الأكسجين. تمام؟ يبقى الحل بتاعها تبقى CH3 CH2 كربونيلا حلقة بنزين أكسجين ميثيل جروب. شفتوا الحل بتاعها بيمشي ازاي شباب؟ دكتور أنا اعتمدت لأنه CH3 هي سينجلت أنا ربطتها المور دي شيلدد اللي هي لا هو السينجلت ملهاش علاقة بالدي شيلد. تمام؟ اللي ليه علاقة بالدي شيلد والعدم الدي شيلد هو قيمة الكيميكال شيفت اللي هنا. أوكي. ممكن طيب. بالطريقه بتاعتك مين فيهم اعلى ال 2.9 ولا ال 3.8؟ ال 3.8 اعلى وهي المرتبطه بالاكسجين بس انا لازم اجيبها من الجدول لازم ترجعي للايه للجدول. تمام يعني انا اعتمد بس على الجدول الجدول ما انت شايف الجدول دقيق معانا اهو ولا الجدول كان فيه خطا تمام طيب ناخد سؤال تاني من على ال طبعا ما حدش يدوف اسئله تانية يا شباب لان تقريبا الموضوع هياخد وقت. زينب كانت بتسأل على أظن زينب بتسألها على نفس المسألة. زينب معنا؟ زينب بتسأل لا مو نفسها مع البروم اللي بعدها اللي بعدها. طيب أوكي ده آخر مثال هشرحه في الأمثلة دي شباب لأن يعني عشان بس الوقت.